هاي، انا محمد كرايم، فيلم ميكر من مصر. كنت عايز اوصف كده يومي ازاي بيمر في الحجر المنزلي بسبب كوفيد 19 وازاي في تكرار للموضوع، فقررت اعمل فيديو لده بشكل لطيف كده جميل وبس. اول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركه المواطنين، يتم ايقاف كافه وسائل النقل الجماعي، ستغلق كافه المحال التجاريه. وهذه القرارات هنبدأ في تطبيقها اعتبارا من صباح غدا الأربعاء، وهتستمر لمدة أسبوعين. هذا الفيديو خلاني أفكر بالروتين. كل اللي مروا بحياتي يقولون لي روتين روتين روتين، هذا الروتين، هذا الروتين اللي ما في أي شيء جديد. يعني الأشياء العادية اللي نعيشها بحياتنا هذه نعمة من جد. لا مو بس كذا، تعرف يا شام، كنا نشتكي من أصغر الأشياء. كنا نقول يا أخي ملل، ما في شيء نسويه، يلا نطلع ناخذ قهوة وإحنا راجعين. هذه رحت القهوة وإحنا راجعين، الحين حسينا بقيمتها. عاد أقول لك على شيء، عاد بيني وبينك، بيني وبينك وبين عشرات الملايين اللي يتفرجون، ثلاثة إحنا، أنا وأنت وعشرات الملايين وهنيدي جالس يسمعنا. مرة والله زوجتي قالت لي كلمة، قالت يا شام ما ودي أنام وأصحى بكرة لأنه نفس اليوم، ما أدري وش أسوي. ففعلا بالفيديو ده خلاني افكر، هذا وصلني الاحساس. يلا طبعا الفيديو اللي بعده خلينا نشوفه.